السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة موعدنا مع الفانوس السحري. من 20 سنة بالظبط كان من أحد أحلامي إن يكون عندي الفانوس السحري. إيه هو الفانوس السحري؟ البروجيكتور أول ما ظهر سموه الفانوس السحري لأنه بيكبر الصورة بشكل كبير فسموه الفانوس السحري. طيب البروجيكتور ده هيفيدك في إيه؟ لو أنت بتشتغل في مجال الدعاية والإعلان والخطوط والجداريات والرسم عموما على مساحات كبيرة، فالبروجيكتور ده بالنسبة لك بيكون زي حلم بيحقق لك الحاجات الصعبة. طيب النهاردة إن شاء الله هنعرف إزاي نستخدمه وبعض النماذج السريعة، وكمان إزاي يفيدك في مجال النجارة إنك تقدر تكبر بيه نماذج وتطلع مظبوطة، لأن كتير جدا من الناس اللي تشتغل في مجال النجارة يجي يرسم أو يعمل فرمة لدولاب، فارما لكومودينو، فارما لقطعة أساس حديثة، تطلع النسب بتاعتها ضايعة جدا لأن مش كل الناس بتعرف ترسم. تعال نشوف الجهاز وإن شاء الله هيكون مفيد لناس كتير. ده كده جهاز البروجيكتور بتاعنا يا جماعة، تمام؟ ممكن تتحكم فيه مانوال هنا بالزراير أو من خلال الريموت. بيجي طبعا معاه الوصلات بتاعته، دي وصلة للتلفزيون العادي مثلا ودي للشاشة، وبيجي طبعا الريموت ممكن تتحكم فيه من خلال الريموت. عندك هنا في الخلف في فتحتين يو اس بي وفي فتحه للاتش دي، تمام؟ طيب بالنسبه بقى للمواصفات الدقيقه انا عن نفسي ما بفهمش فيها قوي، ولكن هتظهر دلوقتي تقدر توقف الشاشه وتقدر تشوف المواصفات وتعرف بقى اللي انت عايزه. اول حاجه هتضغط على زر التشغيل من هنا، تمام؟ وبعدين تبدا تتحكم فيه باستخدام الريموت. دلوقتي هو اظهر لك الخيارات اهوت قدامك، تمام؟ واختار اللي في النص ده اللي هو اتصال التليفون مع الشاشة، شايفين؟ وبعدين ابدأ اضغط اوكي هنا كده، كده هو مستعد للاتصال مع التليفون. ابدأ اجيب بقى التليفون بتاعي، خلينا نرجع بالكاميرا كده، اجيب التليفون وابدأ ارفع هنا الشاشة واختار اتصال لاسلكي اللي هو ده. هيظهر عندك الجهاز اهوت، اضغط عليه. بدأت الشاشة اللي في التليفون هتلاقيها ظهرت عندك على السطح الشاشة زي ما انت شايف كده. طيب أصبح التليفون اللي في إيدك هو اللي موجود على الشاشة كده، خلاص أصبح متصل. أي صورة أي حاجة على الجهاز اللي معاك هتلاقيها ظهرت هنا، تمام؟ طيب ندخل كده بقى على الصور. دي الصورة دي مثلا اهيت، تختار أي صورة أنت عايزها، تمام؟ طيب لو انت ميلت الجهاز كده هتلاقيه بان عندك بالمنظر ده، تقدر تكبر الصورة، هتكبر عندك زي ما انت شايف كده. طبعا الحجم ده هو الحجم بس المتاح عندي في الورشة، لان ورشة صغيرة. انت ممكن ترجع الجهاز للخلف تقوم الصورة تكبر. طيب خلينا نشوف الفرنتونة اللي قدامنا دي ممكن نعمل فيها ايه. طبعا لو الصورة عندك مش واضحة في بكرة هنا بتلفها بالمنظر ده كده، تبدأ من خلالها تتحكم في الزوم أو الوضوح بتاع الصورة، فتبدأ توضح معاك بالشكل ده، تمام؟ وكذلك البكرة التانية دي تتحكم في ميل الصورة نفسها بالشكل ده، ممكن تكون السطح مايل معاك شوية فتبدأ تتحكم في الميل بتاع الصورة. كده رسمت الرسمه بتاعتي اهي بالظبط، ما خدتش معايا دقايق. ابدا بقى باستخدام الكتر، طبعا انا تاني الورقه بحيث يطلع النصين زي بعض بالظبط، وابدا افرغ الرسمه بتاعتي او الفرنتونه. ادي اهوت الفرنتونه بتاعتنا رسمناها، هي نفس اللي في الصورة، تمام؟ نفس النسب، النسب بتاعتها مظبوطة تماما اهي. تقدر بقى انت تكبرها وتطولها زي ما انت عايز على حسب المساحة المتاحة عندك. طبعا بعد كده بقى تبدأ بالقلم رصاص تبدأ تعيد عليها وتمشي كده على الخطوط بحيث ترسمها على الخشب لو عايز طبعا تقصها. حاجة تانية بقى، لو انت مثلا راجل مبتدئ ومثلا عايز تعمل كومودينو زي ده، مثلا عايز تعمل ارتفاعه
وليكن 70 سنتي، بس مش عارف العرض قد ايه، ولا عارف سمك دي قد ايه، ولا دي قد ايه، لسه مش عارف حاجه. فبتعمل ايه؟ بتيجي تحدد مثلا الارتفاع، مثلا وليكن من هنا لحد هنا، تمام؟ ده مثلا كام؟ 70 سنتي. تبدا تكبر الرسمه او ترجع البروجيكتور للخلف بالمنظر ده كده، هنا نظبطها مثلا لحد ما تيجي عند الارتفاع اللي احنا معلمينه. من هنا لحد هنا. ده مثلا وليكن ارتفاعه 70 سنتي. تبدا انت بعد كده هتعرف العرض اللي يناسبه قد ايه، لان انت ممكن تعمل ارتفاع 70 سنتي وتيجي تعمل العرض، تعمل عرض كبير، العرض صغير، تطلع قطعه الاساس غير متناسبه، تمام؟ عايز تعرف المسافه دي هتبدا تقيس وتعرف، يا اما ترسم الوش ده كله على ورقه ويبقى معاك دلوقتي فارمه للشغل اللي هتعمله، او تكتب المقاسات وتسجلها وتعرف ارتفاع الرجل قد ايه، ودي ارتفاعها قد ايه، والدرج ده قد ايه، ودي كده من هنا كام ومن هنا كام. يبقى انت بتعمل شغل تبكل زي الكتالوج او زي النموذج اللي انت هتشتغل منه. صورة زي دي كده مثلا، ده شباك سرير، انت اعتقد استحالة ان انت تعرف ترسم الكيرفات والدورانات دي الا من خلال مثلا ماكينة السي ان سي. طب نفترض انت ما عندكش ماكينة سي ان سي، او مش عايز تستخدمها، او لاي سبب من كان، فانت الشكل ده لو عايز تنزله على مساحة مثلا 120، هتبدأ تكبر الرسمة لحد ما توصل ال 120 مثلا بالمنظر ده، وتبدأ ترسم اللي هو عرض السرير. طب لو عايزه على مساحة مثلا 2 متر، هتبدأ برضو تكبر الرسمة، تمام، لحد ما توصل لمساحه ال 2 متر. المقصد في كده ايه؟ ان ال 2 متر دول هيتناسبوا مع الارتفاع، فتبقى عندك الرسمه او الفرمه اللي انت بتعملها الشكل بتاعها متناسب، طول وعرض متناسب مع بعضه، وتبكل زي الصوره او زي الكتالوج اللي انت شغال منه. طبعا البروجيكتور المفروض انك بتضلم خالص الغرفه بحيث تظهر معاك الصوره واضحه يعني، فانا حاولت اقلل الاضاءه شويه، كل ما بتقللها كل ما بتكون الصوره واضحه معاك جدا يعني. بالنسبة بقى للناس اللي بيشتغلوا في مجال الدعاية والإعلان والخطوط، اللوجو، اللوجو ده مثلا أحد المتابعين عمله وبعته لنا هدية، جزاه الله خير، تمام؟ فأنت لو بتشتغل في المجال ده ممكن سهل جدا تختار أي لوجو، أو عايز تنفذه على خشب، أو عايز تنفذه مساحة كبيرة، هتعمله طبعا بشكل مصغر جدا، وتبدأ تتحكم في حجمه عن طريق بعد البروجيكتور. في النهاية يا جماعة، الجهاز عجبني جدا وهيفيدك جدا زي ما قلنا، لو انت بتشتغل في مجال الدعاية والإعلان والديكور والخطوط، وكمان لو انت عايز تعمل نماذج لقطع أساس حديثة وتطلع النسب بتاعتها مظبوطة، فأعتقد الجهاز هيكون مناسب جدا ليك. الجهاز ده سعره دلوقتي عليه عرض، هو حوالي سعره كان ب 200 دولار، دلوقتي حاليا ب 102 دولار، فأنا شايف إن سعره رائع جدا مقارنة بأسعار البروجيكتور. طيب البروجيكتور ده فيه منه مقاسات، فيه أحجام كبيرة وفيه أحجام صغيرة تصل لحجم الإيد، ممكن تلاقيه كمان في الأسواق المحيطة بيك. خلي بالك إن الجهاز لما بتشتريه فيه مصاريف شحن، وفيه كمان مصاريف جمارك في بعض الدول قد تصل إلى قد سعر الجهاز، وفي دول طبعا ما عليهاش جمارك خالص. ده الفيديو بتاعنا النهاردة، أتمنى يكون فيه استفادة. دعواتكم لينا بالتوفيق، اللهم اجزيه خيرا في الدنيا والآخرة. هسيب لك رابط الشراء بتاع الجهاز في شريط الوصف، والسلام عليكم ورحمة الله.